لا زالت الأوضاع على حالها في جنوب قطاع غزة، تحديدا في مدينة خان يونس، حيث استمرار للعمليات العسكرية الإسرائيلية ليوم الثالث على التوالي. هذا اليوم شهد كان واضحا أن القوات الإسرائيلية سهيلة ومنطقة القرارة تحت وطأة واستمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي وحصار عدد كبير من المدارس ومنازل المواطنين، وأيضا استمرار عمليات القنص للمواطنين. حتى اللحظة ما وصل إلى مجمع ناصر الطبي نحو 8 شهداء، 6 من هؤلاء الشهداء تم انتشالهم أو نقلهم من مدينة خان يونس، تحديدا من بلدة القرارة في بلدة عيلبون. كان هناك شهيدين داخل هذه المدرسة التي استخدمت كمركز للإيواء، وهناك عدد من المصابين. تحاول الفرق الخاصة، فرق الدفاع المدني، عبر الاتصال مع الجهات الدولية من أجل انتشال هؤلاء الشهداء والمصابين الذين لا زالوا يصابوا بفعل عمليات إطلاق النار والقذائف التي تسقط على مدرسة عيلبون وفي محيطها وفي محيط منطقة القرارة، التي تشهد توغلا وتقدم كبير للآليات الإسرائيلية. أيضا تم انتشال شهيدين من منطقة دوار بني سهيلة بعد قيام قناصة إسرائيليين بإطلاق النار على هؤلاء المواطنين الذين حاولوا الاقتراب من دوار بني سهيلة، وشهيدين آخرين تم انتشالهم من منطقة عبسان شرقي مدينة خان يونس بعد استهدافات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ما نستطيع أن نقوله أن الأوضاع في المنطقة الشرقية من خان يونس خطيرة جدا بفعل عمليات القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي، وقبل قليل كان هناك عمليات إطلاق نار من قبل المروحيات الإسرائيلية في المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس، تحديدا القرارة والمنطقة الواقعة ما بين بلدة بني سهيلة وبلدة القرارة، إطلاق نار كثيف من الآليات من المروحيات، وأيضا من قبل كواد كابتر الإسرائيلية والتي باتت تطلق نيران في وسط مدينة خان يونس، تحديدا عند نقطة أو مفترق يقال عنه دوار أبو حميد. هذه المنطقة التي تقع في قلب مدينة خان يونس وهي من ضمن المناطق الآمنة أيضا، كانت هناك تم نقل قبل قليل عدد كبير من الإصابات. كل شخص يتحرك في هذه المنطقة يحاول الوصول إلى منزله، يحاول الوصول إلى خيمته، تقوم طائرات كواد كابتر الإسرائيلية بإطلاق النار على هؤلاء المواطنين، وبالتالي ارتفع أعداد الشهداء، ارتفع أعداد المصابين، وباتت المناطق الوسطى أو منطقة وسط مدينة خان يونس تتعرض إلى عمليات إطلاق نار. نحن نتحدث عن منطقة السطر الشرقي والغربي والكتيبة ومنطقة وسط مدينة خان يونس، الشيخ ناصر، حارة البرابخة، حارة شراب، منطقة جورت اللوت والمحطة والتحلية. هذه المناطق باتت مناطق خطيرة جدا، قذائف المدفعية تسقط في هذه المناطق، طائرات كواد كابتر الإسرائيلية تسيطر على هذه المناطق من خلال إطلاق النار على كل شخص يتحرك، بالإضافة إلى منطقة قزان أبو رشوان وقزان النجار الذي منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة عمليات القصف المدفعي لم يتوقف أبدا على هذه المناطق، والتي أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى. أعداد الشهداء منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية أول أمس في منطقة خان يونس وصل إلى حسب الإحصاءات الرسمية إلى 121 شهيدا، نحو 300 إصابة، العدد أكبر يعني مما يعلن عنه، ولكن هناك ننتظر إحصاءات رسمية، لأن هناك بعد هذه الإحصائية وصل عدد كبير من الشهداء والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي وغيرها من المشافي، سواء كانت مستشفيات ميدانية أو مستشفى شهداء الأقصى، وبالتالي لا زالت إبراهيم منطقة بني سهيلة التي تقوم فيها الآليات. تفضل أكمل إبراهيم. نعم أسمعك. أكمل. نعم، هناك في بلدة بني سهيلة الوضع يبدو أكثر خطورة، لأن القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات الحفر وعمليات المداهمة لعدد من المناطق في بلدة بني سهيلة، تحديدا عند مقبرة بني سهيلة، عند مسجد الظلال، في شارع النحاس، في منطقة سوق الاثنين والزنة وشارع الشهداء، وهذه المناطق تتعرض بصورة كبيرة إلى عمليات توغل، وتقوم الآليات الإسرائيلية أيضا بعمليات حفر في هذه المنطقة، وتزعم إسرائيل بأنها تقصف مواقع ومقرات للقيادة والسيطرة ومعاقل لحركة حماس.
كل المواقع التي قصفت، كل الأهداف التي قصفت منذ 3 أيام إلى الآن هي عبارة عن منشآت مدنية، منازل أو ما تبقى من منازل عاد إليها النازحون في بلدة بني سهيلة وعبسان وخزاعة. والآن مع العملية العسكرية الثانية التي بدأت يعني أول أمس، بدأت تقصف القوات الإسرائيلية هذه المنازل. نتحدث عن أكثر من 200 منزل الآن طالها القصف الإسرائيلي، نتحدث عن قرابة 15 منزلا قصفت فوق رؤوس ساكنيها بمن عاد إليها من النازحين الذين عانوا من مرارة النزوح أكثر من 10 مرات. وبالتالي الأوضاع متدهورة وخطيرة، ولا زالت خطيرة بصورة كبيرة جدا في بلدة بني سهيلة وأيضا في منطقة القرارة. أشكرك، شكرا جزيلا لك إبراهيم قنا المراسل الغد، كنت معنا من قنيوان.